أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وده بقى اللي حصل من جريدتكم الموقرة في حق موكل البريء المحترم سالم بيه الجرحي، الرجل العظيم اللي عاش عمره يخدم بلده مصر بأمانة وشرف وحب، رجل عصامي بدأ حياته في وسط طوفان من المهمشين لحد ما عمل بشرف وكد وبدراعه بنى القرى السياحية والمنتجعات اللي بيزورها سواح من جميع أنحاء العالم. كان بيخدمهم بشرف وأمانة علشان عارف إنهم لما هيرجعوا بلادهم هينقلوا انطباعهم عن مصر لجيرانهم لأصحابهم لوسائل الإعلام. فمش من المنطقي إن موكلي اللي بيبذل كل ده في سبيل بلده يبقى جزاؤه إنه يتشهر بيه عشان خاطر صحفي متسرع عايز يعمل سبقة أو ضجة إعلامية يتشهر بيها على حساب موكلي. أنا كان ممكن لقائنا الأول يكون في ساحة المحاكم وبطلب تعويض محترم لصالح موكلي وقضية تانية بقفل الجريدة. طب والله ده كرم كبير من معاليك إن أنت ما تختارش الاختيار الأول ده. ما هو اللي خلاني أجل سعادتك دلوقت وما اختارش الاختيار الأول لمعرفة بتاريخك المشرف النظيف في الصحافة المصرية والعلم إن المسؤولية كان متسبب فيها صحفي أو صحفية كتبت عن الحادثة دون أن تتحرى الدقة أو تتحقق من الخبر. إن جيت للحق يا أبو اليزيد بيه، إحنا عندنا هنا في الجورنال ما بننزلش خبر غير لما نتأكد عن صحته من عدة مصادر، وأنا بقى زي ما سيادتك عارف كرئيس تحرير ببقى مسؤول مسؤولية كاملة عن كل سطر بيتكتب في الجريدة. عشان كده بقى أنا اتصلت باسم شرطة الغردقة بنفسي وتأكدت إن سالم بيه الجرحي رهن التحقيقات. وإحنا ما بننكرش سعادتك، بس كان لازم سيادتك واللي كتب الخبر يتحرى الدقة ويتابع الموقف علشان يصح الخبر أول بأول قبل النشر. طبعاً سيادتك تعلم خبر زي ده اتنشر النهاردة في حق شخصية عامة زي موكل سالم بيه الجرحي ممكن يعمل إيه؟ على الأقل يخلي الجرائد التانية والمواقع الإلكترونية تشير وكل واحد بقى يحط التاتش بتاعه على الخبر، ده غير بقى المحاضرات اللي تحصل على الفيس وتويتر وغيره وغيره. برضو معاليك ما أكدتليش صحة الخبر اللي سيادتك بتتهمه إن هو متسرع ومغلوط. الواقع يا موسى بيه إن زيارة سالم بيه الجرح للقسم لم تستغرق سوى دقائق معدودة وخرج بعدها بعد ما شرح ووضح للمسؤولين هناك طبيعة البلاغ الكيدي اللي قدمه مجموعة من الموتورين المنتمين لحزب أعداء النجاح. طبعاً سعادتك ممكن تتأكد من صحة الخبر من خلال مصادرك هناك. أكيد طبعاً، وبغض النظر عن مكانة سالم بيه الجرحي في المجتمع ده مواطن مصري في الأول وفي الآخر، وقع عليه ظلم ولازم نصلح اللي حصل ده، واعتذار بنفس البند وعلى نفس المساحة. ده شيء مفروغ منه. يبقى سعادتك تعمل تليفونك قدامي وتتأكد من الحقيقة وتنشرها على الموقع وأنا موجود. هبة، اتصليلي باسم شرطة الغردقة. شوف سعادتك، ده موقع الجريدة على النت منزلين اعتذار رسمي وتصحيح للموقف زي ما سعادتك أمرت بالظبط. ايه ده؟ وده ينفع برضه ينزلوا الخبر كده من غير ما يحط صورة معتبرة للباشا؟ ما انت عارف اني ما بحبش اتصور. ايه الحكاية دي بقى هتجنننا يا سعادة الباشا؟ الناس كلها بتجري ورا الشهرة وانت بتهرب منها. الشهرة تخلي الناس تركز معاك، وانا ما احبش حد يركز معايا. الا احنا طبعا يا سعادة الباشا. ما انا عشان كده جيت لكم. ممكن بقى اعرف ايه الهباب اللي انت هببته مع مها فرغالي وانا مسافر؟ ايه؟ عادي. بجيب حق يعني. عادي انك تتهجم عليها وتضربها بالنار في بيتها وفي قريتي عشان نتفضح في الغردقة كلها؟ أمال كنت عايزني أسيبها تاخد اللي خدته وترميني بطول دراعها؟ هو الجواز بالعافية يا أخي؟ واحدة رفضك ومش عايزة ترتبط بيك، هي حرة. هو أنا حر؟ حر لما تعمل الكلام ده في بيتك، في معرضك، في أرضك أو أملاكك. إنما حد عرفته في بيتي تضربه بالنار في أرضي وأملاكي؟ في دي ليك حق يا سالم باشا. يا أهبل، مش كنت تشوف لك حتة أرض محايدة تضربها بالنار فيها؟ هي كانت ناقصاك أنت كمان؟ هو أنت كل همك تتضرب بالنار فين وبس؟ جرايه يا سالم؟ أنت محسسني إن إحنا في مدرسة، دا
ده انت ناقص ان انت تذنبني يا اخي. قليل عليك، ده انت المفروض تتحبس في اوضه الفراق. الله الله الله، ايه يا جماعه؟ ما تهدوا كده، امالوا تصلوا على النبي، ده عينه دخلت بينكم. ثانيه واحده، احنا لا في مدرسه ولا انت تلميذ يا حسونه، انما الشغل اللي يجيب لي ضرر مفيش داعي ليه. وماله؟ انت جيت في جمل؟ خلاص، من النهارده تشوف حد تاني. انت فاكرني حقلب؟ انت بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ لا 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 لا، بس دي مش عيب، ده شطار ابن كلب. ما تستهدى بالله يا عم فلانتينو، لو ليك عند صاحبك مصلحه اعمل له في السيف مروحه. انت مش شايف الكلام اللي ينرفز؟ على اخر الزمن سالم الجرح بيهددني، فاكرني هغلب؟ ده انا اللي هغلب من الصبح، مش عارف ده الطبيعي ولا الفيل. يا عم هو ده وقته؟ ما تهدى امال، الراجل بيعاتبك، ما انت عملت حاجه مست مصلحته وكان ممكن تضره في شغله، وانت ليك عذرك. زي ما سمعت يعني كنت شارب ومش في وعيك. سالم بيه، سالم بيه طول عمرك صدرك واسع وقلبك كبير بيسهل الكل، واحنا يا جماعه قبل ما يبقى بينا بيزنس بينا عيش وملح، واللي بيتعرض فينا الخطر الكل بيقف في وشه. بس برضه حسونا بيه غلطان، غلطه مش مقصوده، كنت شارب زياده وانفعلت. كان الواجب بقى ابو العز بيه وسليمان ما يسيبوش في اللحظه دي. الله، طب ولا مالنا يا باشا، انت هتلطني في القصه دي ليه؟ ما انتوا برضه معذورين، كنت فاكرينه هدي وراح يرتاح في السويت بتاعه، ما كنتوش بقى عارفين ان كرامته هتنقح عليه للدرجه دي. نهدى بقى كلنا كده ونصلي على النبي. تعين بنت كلب وصابتنا، وانا عن نفسي هذبح بقره وخروفين عشان نبعد العين دي ونرجع اصحاب وحبايب زي زمان. يا ابو الزيد، زي زمان. اخوانا حد يقول لي دي الطابيه ولا الفيل وريحوني. سعادتك خارجة؟ عند حضرتك مانع؟ العفو يا فندم، أنا آسف. تحب أندع سيد لحضرتك؟ لا لا لا، أنا خارجة لوحدي، افتح. اوعي تفتكري يا شاطرة إني ما كانش ممكن أمسح بيكي بلاط البيت عندي بعد تصرفك القذر مع جوزي قدام الناس. على فكرة أنا كان ممكن أعمل كده عادي جدا. وسكتي ليه؟ سكوتي ده مش معناه ضعف او اني مش عارف اخد حقي منك. اسمعي، انا جاي احذرك للمره الاخيره، تبعدي عننا خالص وتشيلي سالم من دماغك نهائي. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ده تهديد، سميها بقى زي ما انت عايزه، انما بيتي خط احمر، احمر بلون الدم، وانا ما عنديش اي مانع ان انا اوصل معاكي للمرحله دي لو ما عقلتيش وحطيتي عقلك في راسك. لا 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 لا، الكلام ده ملوش الا معنى واحد بس، ده تهديد، وفي بيتي كمان. اسمعي يا مها، من الاخر كده، انا لو حطيتك في دماغي همسحك من على وش الارض، وعندي اللي يعمل كده بس من غير معيار ويطيش زي حسونة، لأن ساعتها هنقهولك على الفرازة. تصدقي كنت فاكراكي أضعف من كده بكتير، وهبتدي أخاف منك بجد، لدرجة أني كمان ممكن أعملك حساب، وده الحقيقة ما كانش في اعتباري خالص. عارفة ليه؟ عشان مش شايفاكي أساساً. يا حبيبتي يا مها، أنا مش قلتلك تروحي للدكتور تكشفي على عينيكي علشان ما تورطيش نفسك وتبصي في حاجة غيرك؟ حاضر، نصيحة مقبولة يا مواجيه. أهو ده اللي كنت خايف منه.